هنتكلم بشكل اولي على الخبر. بأخبره ان احنا دلوقتي بنكتب يا اما للجورنال يا اما بنكتب للموقع الالكتروني بتاعنا. في البدايه احنا بنتكلم خبر وسياقه، نبتدي ناخد العنوان، ازاي نقدر نعمل عنوان وكتابه الخبر والمقدمه والمهد بتاع الموضوع والخلفيه اللي هي اخر حاجه بتبقى موجوده في الخبر عندنا. التعريف كلاسيكي تماما بالنسبه للخبر هو صياغه الخبر هو عباره عن هرم مهدي، فاحنا بنبتدي من الاهم للاقل اهميه فالاقل اهميه فالاقل اهميه. يعني مثلا لو في عامل موجود في اجتماع قعد لمده ساعتين علشان يناقشوا فيه اضراب، اعلان اضراب، وفي عامل ثاني ما كانش حاضر وبالصدفه الاثنين اتقابلوا في محطه المترو مستنيين الباب يفتح علشان واحد منهم هيمشي خلاص، واحد رايح خط وثاني رايح خط ثاني. المفروض العامل اللي حاضر جوه الاجتماع اول حاجه هي هيقول احنا حضرنا وكان في عمال ومسؤولين لكل المواقع وكان في مهندسين وكان في معانا ناس متضامنه وكان في ناس سياسيين، ولا هيقول له اهم حاجه حصل جوه الاجتماع. مفترض لو الاجتماع انتهى باعلان اضراب فاول حاجه هيقولها للعامل قبل باب المترو ما يقفل هو ان احنا قررنا الاسبوع الجاي ان احنا نعلن اضراب. تحسبا ان ممكن هو يدخل المترو فبيقفل ويمشي، بل هو لازم يوصل له اهم نقطه حصلت في الاجتماع لمده ساعتين، مش هيقعد يحكي له تفاصيل الاجتماع واحنا كنا موجودين فين وعملنا ايه وسوينا ايه. هو اهم حاجه طلع بيها الاجتماع وغالبا دي تبقى اخر حاجه حصلت، يعني هو ان احنا يعني اعلنا قرار الاضراب الاسبوع الجاي. خبر بشكل بسيط جدا وبشكل يعني في صورته البسيطه هو المفروض يجاوب على مجموعه اسئله بيسموها كده في علم الصحافه، ده حاجه كلاسيكيه جدا، لازم يجاوب على 5 دبليوز اللي هو مين، عمل ايه، عمل امتى، عمل فين، وممكن نقول عمله ازاي او ليه عمله. اوكي، ويعني هم دول مسميين 5 دبليوز عشان في خمسه دبليو في بلس اتش اللي هي هاو. هاو دي احنا ممكن ناجلها بعدين شويه، دي لما نكون بنتكلم بحاجه اكثر عمقا هنقول ازاي الشيء ده حصل، بنتكلم عن تحقيق او بنتكلم عن تقرير معمق شويه عن الـ عن الـ عن الخبر. خلينا ناخد مثلا امثله، لو في عندنا 50 شخص عملوا مظاهرة من التحرير يوم الجمعة اللي هو النهاردة، وكانوا بيطالبوا مثلا بخالد مرسي أو صاحب الثقة من مرسي. فالمفترض إن هيبقى صياغة خبر عاملة إزاي؟ ممكن كده نجرب يعني لو إحنا نكتب نقول انتظار العشرات اليوم في ميدان التحرير للمطالبة بسحب الثقة من مرسي. جملة بسيطة جدا بقى، جملة فعلية ما بتيجيش جملة اسمية، بنبدأ الخبر بفعل عشان يبقى واصل للناس بشكل واضح. الصياغة دي جاوبت على الخمس أسئلة وبنحط نقطة ونبتدي نخش في التفاصيل. لأن المتظاهرين هتفوا بإسقاط حكم المرشد وعملوا كذا 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 كذا، وانضم لهم مجموعة من الناس اللي هم من شارع مثلا طلعت الحرب، واستمروا في الهتافات وإلى آخره لغاية الساعة مثلا 5 العصر وبعدين مشوا. اوكي، لو هنقول الخبر ده اضاف عليه حاجة، في معلومة تانية إضافية اضافت عليه وهو إن حصل في شركات بين المتظاهرين وبين الأمن، صياغة الخبر هتبقى عاملة إزاي؟ ممكن نبتدي كده. تظاهر اليوم 17 مايو عدد يصل الى عشرات من العمال في ميدان التحرير لسحب الثقه من محمد مرسي، وقد حدثت مناوشات اثناء التظاهر بين عدد من المتظاهرين وافراد الامن ادت الى سقوط العديد من الضحايا والشهداء. طيب في نقطه لازم واخدين بالنا منها وهي حاجه بسيطه جدا، هو ان طول الوقت بيبقى البشر هم اهم الحدث، يعني الصحفي اللي رايح يغطي مثلا مظاهره او حاجه بيبقى اهم من انه يجيب خبر ان هو يحمي نفسه، هو اهم من الخبر. دي قاعدة أساسية، طول الوقت البشر بيجوا، يعني ده بنقول البشر قبل الأربعة، فالبشر برضه في نفس الوقت بيجوا قبل بقية الأحداث. ففي هنا خطأ حصل، هو إن المفروض نبتدي بالإصابات اللي وقعت في الناس، خصوصًا لو في ناس قتلى وقعوا، وهنيجي دلوقتي كلمة قتيل ولا شهيد، يعني ممكن نفتح فيها ديبيت كده بعد شوية. بس طول الوقت هنبتدي بالناس، يعني سقطة 5
خمس مصابين في اشتباكات بين قوات الشرطه والمتظاهرين. اوكي فوبعدين نكمل بقى بيت. فميدان التحرير يوم الجمعه اللي هو اليوم او امس او مساء اول امس ايا كان هنبتدي نحط التوقيت. بس طول الوقت هنبتدي ب لو في ناس موجودين هو ده الاهم. خبر جمله بتبتدي جمله فعليه ده رقم واحد بنبتدي فيها لو في تفاصيل كتيره جدا بناخد اهم التفاصيل. ولو في حصل اشتباكات او سقوط ضحايا فبنبتدي الاول بالناس يعني في ناس اصيبت او في ناس اتقتلت تيجي قبل ما نقول مظاهره وكل ده هيبقى جاي في الجمله الاولى. يعني هنقول يعني احنا ليه خمسه جمله الاول؟ ما احنا هنقول في اول جمله هنجاوب على سؤال هو ليه الخمسه الاول؟ هنقول ان هم كانوا موجودين في ميدان التحرير وحصل اشتباكات بينهم وبين الشرطه. يعني هنجاوب بس هنبتدي بالشخص. مش هيسأل سؤال في حاجه زي دي مثلا يقول يعني قتل خمسه ولا سقط خمسه؟ ممكن قتل لو فرضا ان هم ماتوا يعني فطبعا قتل. لو اصابات اوكي هتكون طبعا مصيبه يعني. قتل ده فعل اوضح يعني من سخطه يعني سخطه ده ممكن يبقى فيه شويه يعني وصفي اكتر لكن خلينا نروح يعني نستخدم الفعل بشكل واضح ويبقى اثر الطرق. ما نقعدش نلف كتير وما نقعدش نوصف وما نقعدش نقول جمل اسميه في الاول. في مثلا نموذج من خبر اتبعت للموقع العنوان بتاعه كان كالتالي سلاسل بشريه. قلت قام العاملون كذا. قام احنا ما بنستخدمهاش ابدا الا عشان نعرف مما في المنطقه. احنا بنستخدم بالفعل بشكل واضح يعني قام العاملون بشركه كذا بالتظاهر طبعا التظاهر بدل ما نقول نظم العاملون بشركه كذا 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 اوكي هنا عشان هم عاملين سلسله بشريه لكن لو نظام مثلا خلينا نقول مظاهره مثلا تظاهر اي قلنا مثلا مظاهره هنا فنقول تظاهر يعني بدل ما نقول نظم كذا يعني في النهايه احنا مش محتاجين فعل مساعد يعني هو مش يعني المفروض مش حاجه اسمها فعل مساعد يعني في العربي بس هنا بنقول ان ما زالت فعل مساعد مفيش يعني مش مفترض ان احنا نلجا لفعل مساعد غير عشان نعرف بس صيغه ما بين المفهوم فنقول قام كذا وده ما يبقاش حتى كمان بدايه الجمله يعني خلينا نبتدي بالفعل هم الناس دي عملت ايه مظاهره طب المفروض تظاهر على المشكله بشكل شكل. طيب في هنا كام عنصر واقع في اول الجمله بتسرحوا ليه؟ اوكي انت وعدده. اوكي اولا احنا مش عاملين الخبر على تسريحهم احنا عاملين خبر موجود عندنا على المظاهره فبالتالي تسريحهم ده هيبقى في التفاصيل هتيجي في الجمله الثانيه والجمله الثالثه والجمله الرابعه وتيجي في الخلفيه. هي الخبر الاساسي اللي احنا بنقول بيه هي المظاهره يعتبر هو البطل بتاع الحدث بتاعنا فاحنا هنا مش هنتكلم على هم ليه اتسرقوا لكن في هنا عناصر واقعه كمان في اول عددهم وانت اوكي تمام لا تمام يعني هو دي كده ما هياش كامله وين ما هياش كامله ما هياش موجوده اصلا اوكي ودي ممكن يعني نحط فيها العدد يعني خلال ممكن نقول وتوقيت ما هواش موجود اوكي موجوده وير موجوده وقت اللي هم يعني ايه الحاجه اللي عملوها هم اتظاهروا فيعني كده عندنا كل الاجابات ما عدا التوقيت ما هوش باين وفي عندنا الهجوم دي نفسها ما هياش باين. العدد بتاعهم ده هيبقى عدد مهم جدا. هنبتدي نتكلم لو هناخد اوكي خلينا ممكن نخلص من الخبر ده كده كله على بعضه فطب عايز اعرف بالنسبه للعنوان سلاسل بشريه لشبكات امام المرسى العنوان ده شايفينه مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش واضح ليه بقى مش واضح او ايه مش باين مين اللي عمل السلاسل البشريه مش موضح الموضوع كله يعني. شبكات يعني ايه اصلا الشبكات؟ هنا هنرجع لنقطه مهمه جدا في فكره الكبس الخفيه هو استخدام المزوجين. استخدام المزوجين ممكن يبقى عايزه لوحده الاقواس الناس اللي بتسافر بيها شويه الاقواس دي حدوتها ضخمه جدا ودي ممكن تبقى محتاجه لها سيشن كامل يعني بس خلينا نتكلم في استخدامها في حاله واحده هو اسم يعني شبكات فهمت انا ايه ممكن شبكات ممكن تبقى شبكات تواصل اجتماعي شبكات صرف صحي شبكات ماي ايه بالظبط شبكات فاحنا لما نحط ليه ونفتح مزدوجين ونقول شبكات طب هيقرا كلمه شبكات هنا دي هيفهم ان شبكات دي اسمها له يعني في شركه ما اسمها شبكات خصوصا لو احنا قلنا كمان لعمال شبكات فكده هتبقى العنوان هيبقى اوضح يعني قال طبعا هنا قدام البورصه المصريه اوكي تمام بس الجزئيه دي مهمه جدا احنا لما
نستخدم مثلا الكلمات في العناوين. عايزين نقول طلبه في جامعه اسكندريه نظموا مظاهره مثلا ضد زياده المصاريف مثلا، وعايزين نحط عنوان على القصه دي، فاحنا مش هنقول جامعه اسكندريه عشان اختصارا يعني، فهنفتح قوسين هنقول طلاب هندسه، نفتح مزدوجين الاسكندريه بتظهرنا في زياده المصاريف مثلا يعني كده ممكن. اوكي ما احناش هنتكلم كتير قوي على المزاجين، بس خلينا نبقى محددينها في اسم علم او حاجه احنا محتاجين نعمل عليها ستريس معين، فاحنا هنلجا لفكره المزاجين. الكتابه بالجريده او الموقع المساوي، احنا في المانوال بتاعنا اللي احنا عاملينه في رقم 13 بيقول نص الحفاظ على الاخبار. احنا بنكتب خبر، الاخبار من حد يقول خبر كتاب يعني تيجي تقول خبر لا يتنافى ابدا مع الكتابه في صحيفه او موقع سابق. اوكي حازم بيقول هو المفروض ان احنا نحل تحليل مركزي، انت مش وظيفتك انت تحل تحليل مركزي في خبر، انت ممكن تحل تحليل مركزي كتحليل تقدر تسميه تحليل مستقل تماما. احنا هنا بنتكلم عن خبر، وهو ان في 1000 عامل في شركه من الشركات شركه قوطه مثلا قرروا ان هم يعملوا اضراب، فانا مش وظيفتي ان انا اتكلم على ان ابو العينين بيستغلوه ابو العينين سوري يا ناس ما نقولش مصطلحات من عين ابو العينين بيمص دمهم وابو العينين بيبهدلهم ابو العينين بيطلع عين ابوه، لا انا اقدر اقول ابو العينين عمل الحاجات دي كلها بس بارقام. بمعنى هو ان هو منطقي ان في عامل ياخد مثلا بدل وجبه في اليوم 2 جنيه اوكي خلاص العمال بياخدوا بدل وجبه 2 جنيه، هل منطقي ان العامل ما يبقاش عليه تامين صحي؟ اوكي هنقول العمال من جزء من المطالب بتاعتهم ان هم ما عندهمش تامين صحي. هل منطقي ان العمال اللي مشغلين في مصنع او مجمع صناعي كبير في منطقه صحراويه ما يبقاش في عندهم عربيه اسعاف، او طلبه في جامعه القاهره او جامعه حلوان او جامعه عين شمس ما يبقاش عندهم عربيه اسعاف جوه الجامعه؟ فهنقول الكلام ده كله من غير ما نستخدم المصطلحات الكبيره. خلونا نبعد عن المصطلحات بنسميها كلاشيهات بتاعت البروباجندا، وهي من عينة ان صاحب المصنع بيمص بين العمال، الاداره المستغله الراسماليه بتبهدل الطلبه وبتمسخرهم وبتطلع عينهم وبتقتلهم وبتموتهم. طب انا اقدر اقول في معلومات ان الاداره دي بتموت الطلبه وانها بتستغلهم وانها بتمص دمهم ودم اهليهم، لو احنا بنتكلم في طلبه مثلا في جامعه خاصه زي الاكاديميه اللي هي كان عندهم مشكله بسبب عربيه اسعاف ما هياش متوفره فزميلهم مات، ففي يعني حصل حاله زميلهم تعب فمات ما كانتش شروط. اوكي مش محتاجين نقول ان صاحب الاكاديميه هو محمد فريد خميس اللي بيستغل العمال و طب ليه؟ لما انا اقدر اقول اوصل الرساله اللي انا عايز اوصلها للقارئ وهو ان الحقيقه الراجل ده مستغل الشخص ده لاسباب كذا. اوكي هقول بقى ممكن لا اوكي يعني ممكن اقول في الخلفيه ان محمد فريد خميس هو يعني في اخر فقره خالص ما هوش في الاول خالص. هنتكلم عن فريد خميس ده هو كان عضو امان سيسات وان هو عنده سلسله مصانع نسبون الشرقيون وان هو من المفروض الناس من ضمن المتهمين في قضايا فساد كذا وكذا وكذا بعد تم كشفها بعد صار. ممكن اقدر اقول الحاجات دي كلها في الخلفيه بس اقول الحقيقه جوه الخلفيه، واللي انا عايز اخلي القارئ يقرا الخبر اخليه يقول ده محمد خميس ده ابن 60 في 70، مش محتاج اقول له قول محمد فريد خميس ابن 60 في 70، انا ممكن اديله المعلومات اللي تخليه يقول بمنتهى البساطه محمد فريد خميس وابن 60 في 70 من غير ما اعمل اي حاجه اضافيه، من غير ما ادي اي كليشيه، من غير ما ادي اي بروباجندا ما لهاش اي معنى خالص. طالبه بجامعه الشروق او اكاديميه الشروق او اكاديميه الاتفاقيه يعني مكان سين مصرعها اثناء عبور الشارع امس او اليوم او كذا يعني ان كان فين المكان ده بتاع اكاديميه الشروق دي في محافظه الشرقيه محافظه المنوفيه الاهليه محافظه القاهره مثلا. اوكي وطول الوقت اعتمد ان القارئ ما يبقاش عارف المكان، يعني مثلا في عندنا خبر هنا العدد ده بيتكلم على عمال قوطه للصلب، بيقول تعليق اضراب الوطنيه للصلب، اعلن عمال الوطنيه للصلب بتعليق اضرابهم الذي استمر قرابه اسبوعين بعد استجابة الشركة لبعض مطالبهم بصرف الدفعة السريعة من الأرباح المتأخرة بواقع شهر ونصف لكل عامل وإلغاء قرار فصل أعضاء النقابة والاكتفاء بإيقافهم عن العمل لمدة شهرين مع صرف راتبهم لحين انتهاء الترقيب.
ده مقدمه. لو انا هقرا الخبر ده انا فورا بعد اول سطرين هفصل هسيبه. بتكلم فيها هو ان الناس لازم تبقى واخده بالها برضه ان طب انا دلوقتي موجود في القاهره ما اعرفش مقر سوق مصر ما اعرفش المصنع ولا مصنع. هنرجع للبنت اللي ماتت. لقد طالبه مصرعه. لقد طالبه باكاديميه الشغل مصرعه امس او اليوم مثلا اثناء عبور الشارع امام اكاديميه امام البوابه الرئيسيه او امام اكاديميه طريق السويس اوكي او في المكان اللي هي موجوده فيه طريق السويس او طريق اسماعيليه او طريق ايا كان. وهنبص في ايه بالظبط الحاجات اللي ناقصه. تمام؟ هنا ممكن ما نجاوبش على واي ممكن خلي واي ممكن نخليها في الفقره الثانيه مثلا. يعني البنت دي ليه عدد الطريق مش مفروض تعدي كوبري المشاه؟ فالمفروض احنا نقول ان الطلبه اصلا مش عندهم اساسا كوبري المشاه عشان كده بيضطروا انهم يعدوا الطريق. ان هم قدموا طلبات وان الاداره متجاهله وما بتعبرهمش ومش عارف ايه نقدر نقولها بصيغه معلومات. ان كان قد تقدم الطلاب او كان الطلاب تقدموا ب 10 مطالبات او تظاهروا 3 مرات قبل ذلك لمطالبه اداره الجامعه بانشاء كوبري المشاه لكن الاداره رفضت الطلبات بشكل بسيط جدا. بس في هنا معلومه ثانيه مهمه جدا دي برضه لها بعد انساني اكتر. انت بتقول دي الحاله الثالثه فاحنا ممكن نبتدي بجمله ثالث حاله بالظبط. انا اقول في ثالث حال في ثالث حاله من نوعها فصلا لقي الطالب بعد اكاديميه الشغل مصرعه اثناء عبور الطريق. لو ثلاث طلاب سوري لو في الحالتين اللي حصلوا قبل كده دول ماتوا اثناء عبور الطريق وبسبب نفس السبب يعني بسبب ان مفيش كوبري مشاه مش عشان ماتوا مثلا سكته قلبيه جوه بما ان السبب واحد فممكن نضيفها بس على اعتبار ان في نهايه البشر طول الوقت هم الاولين. دي مش اول حاله دي كمان ثالث حاله دي بتدي ستريس كمان اكثر على المعلومه وان ان قد ايه الاداره دي متجاهله وان قد ايه الاداره دي بتاخد من الطلبه 10,000 جنيه او 15,000 جنيه في السنه ورغم كده ما بيوفرهمش ابسط وسائل امان وهي عربيه اسعاف او كوبري مشاه او ان هو يخاطبوا المحافظه علشان ممكن تبقى تعمل لهم كوبري مشاه. بس انا هبتدي باحدث حاجه طول الوقت. طب لو الاثنين في نفس الخبر لو الاثنين في نفس الخبر يعني هي البنت ماتت فراحوا الطلبه لابين نفسهم وعاملين مظاهره فانا هبتدي بالبنت. هبتدي البنت باعتبار ان في بشر اتفقدوا في القصه. لو في مظاهره وحصل فيها كلاشات فانا هتكلم على الاشتباكات اللي حصلت في الاول مش هتكلم على ان في مظاهره حصلت هتكلم على الاشتباكات. ولو في مصابين هو طبعا اكيد هيبقى لهم الاولويه فوق ده كله. لو في ناس ماتت اكيد هيبقى لهم الاولويه فوق الحاجات دي. طيب مدى الخبر احنا بنتكلم اول جمله هي اهم جمله وطول الوقت الناس كانت بتتكلم على يعني ايه السبب اللي مخلين الصحفيين طول الوقت هم محتاجين لفكره الاختصار وهو ان كان تاريخيا يعني يقال ان هو ده واحد من الاسباب يعني ان الصحفيين بتوع التيكرز اللي هم بتوع وكالات الانباء كانوا بيبعتوا الاول الاخبار بتاعتهم عن طريق التلغراف فالتلغراف هو عايز يوصل لاقصى عدد كلمات عشان الوكاله بتاعته ما تدفعش فلوس كتير على سبيل التلغراف. فبدات من هنا فكره يعني ايه الداعي ان الصحفي يبتدي يقلل مساحه الخبر نفسه، انت تقدر تقول الخبر كله في جمله واحده. وفي اقل عدد ممكن من الكلمات مفيش افعال مساعده، مفيش يعني دي جمله فعليه طبعا، مفيش افعال مساعده، مفيش اي حشو زياده تماما يعني. وهتوصل للجمله دي يبقى عندنا جمله من فاعل مفعول بتجاوب على الخمس اسئله بتاعتنا. في اقل عدد من الكلمات اقدر ابعتها تكر، اقدر ابعتها رساله على موبايل الراس لو انا مش عايز ابعت رسالتين عشان يعني ما ادفعش كتير انا يعني ممكن الناس تحسبها كده شويه على تويتر مثلا. تويتر انت في عندك 140 حرف انت عايز تقول خبر الناس 140 حرف بالظبط هو كده اعتبر انت بتكتب تويت. انت بتكتب تويتر بس طبعا تويتر بالنسبه لموقع خبري فبتحافظ على الاخبار ما بتحطش رايك ما بس انت في عندك جمله ممكن تبقى مفتوحه افضل شويه من 140 حرف بس طول الوقت تحط في اخبارك تكتب انا عايز اقول للناس اهم حاجه حصلت وكل حاجه حصلت قدر الامكان فاقل عدد ممكن من الكلمات واقل عدد ممكن من الاسلوب. نقطة برضه عايز اتكلم فيها هي الخلط بين الخبر والرئيسي. الدكتور بتاع الكورة بص الخبر تحت كده فيه على شبكة تشري مزرعة طلوبات مرسيدس يتضرر العديد من المهندسين خريج يعني كليات الزراعة قسم الإنتاج السمكي والحيواني من عملهم تحت إدارة العديد من الحاصلين على دبلومات الزراعة الذين لم يحصلوا على بكالوريوس زراعة. علما بان المهندسين الحاصلين على بكالوريوس زراعه قسم زراعه سمكيه يعملون كمساعدين لمن هم اقل منهم وذلك بحجه الخبره الاخلاقيه. طبعا الخبر ده فيه كميه تفاصيل مالهاش اي لازمه. اولا فيه كميه كوارث ضخمه جدا.
يعني في عندنا في جمله واحده في ست كلمات اسمهم زراعه. فين الخبر هنا كل ده؟ اللي حاصلين على الكريوس يعملون كمساعدين. اوكي. بس. طيب نقدر نقول هو مكتوب في السياق التحقيق مش خبر. وان ده مخالف للقانون. ولا حتى لو تحقيق. طيب. طب احنا عايزين نكتب خبر من ده هنكتب ايه؟ مش حدث بس هنا في دليل ان احد المهندسين هنا بيستغيث انا الجهات الرقابيه والمسؤولين من هذا الفساد. طيب اوكي. او طيب. عطل احد المهندسين المتضررين مثلا كذا كذا كذا. انت وصلت بمهندس زراعي جوه مزرعته جنب برسي وطبعا ما قالش برسي دي محافظه ايه ولا تبع المركز ايه ولا فين اصلا يعني الاسم ده او المكان ده المكان ده موجود فين طبعا الكلام ده كله احنا ما عرفناهوش بس فرضا ان انت في يعني الصله بتاعتك الصله العماليه جوه المصنع ده موجوده وبعت لك بتقول لك والله احنا مهندسين ومبهرين وعندنا كذا 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 المفروض انت هتتعامل مع الماده الخام اللي جايه لك ايه باعتبارها ايه بالظبط هل هتعتبرها خبر اصلا؟ بالشكل ده اوكي خبر معناه حدث استغاثه اسمها استغاثه مش خبر استغاثه تبقى استغاثه فعندي حل من الاثنين عشان اتعامل مع الماده لو انا دلوقتي الصله العماليه بتاعتي جوه المصنع بتاع طلبات او مزرعه طلبات برسي ومهندس زراعي موجود جوه فانا وبعت لي قال ده حصل كذا كذا اقول له طب اكتب وليكن جواب او استغاثه او جواب بتتكلم فيه عن من يهمه الامر مثلا وكان المساله يعني متوجهه بالصيغه دي كويس وانا هاخده هحرره في اضطر ان هو جواب بعته مهندس من ضمن المهندسين الموجودين وهنشره في الجورنال بتاعي باعتبار ان احنا في نهايه الجورنال يعني هو عباره عن صوت الناس اللي هم موجودين فيه يعني كل عضو جواه عنده صله في مكان فهو بيكتب او بيستكتب حد من جوه المكان فبالتالي هنا هنلاقي يعني كل الناس المهتمين بالشؤون المكتب الداخليه والمصيبه الصغيره بتاعتهم هيلاقوها موجوده على صفحات الجورنال الكلام ده لو في جورنال تجاري مش ملوش اي فرصه نشر احنا في عندنا ميزه نسبيه وهي ميزه عظيمه جدا هو ان ممكن اي حاجه بسيطه جدا ممكن تبقى تلاقي مكان ناشر لان احنا مفيش عندنا حسابات مفيش عندنا مصالح بنشتغل حساب حد ضد حد بخلاف يعني الجرايد اللي هي يعني مين ستريم يعني او المواقع اللي هي مين ستريم مسؤولون متابع دستور تحرير شروق ايا كان فاحنا هنا عندنا ميزه نسبيه ان احنا ممكن ننشر كل حاجه طبعا هنصفي اكيد يعني بس ننشرها بشكل يعني دي القدره للناس تقراها يعني المهندس نفسه لو قرر اللي هو كاتبه ده مش هيبقى حقه غالبا عشان كده في مهنه اسمها مهنه صحفي ومهنه محرر صحفي ان هو بيخلي الحاجات اللي ممكن تبقى الشخص اللي هو موجود فيها يعني هو مش مقروءه هيخلي الشخص صاحب اللي جوه المشكله والحدث ده اما يفتح الجورنال ويقراها يعني هيحس ان هو فاهم حاجه هيحس ان هو سامع حاجه طيب انا دلوقتي جالي النموذج ومش هينفع اشغل الخبر لان الخبر في حدث في اكت ما حصل في اكشن حصل فانا هنقل او هتكلم او هوصف او هحكي الاكشن اللي حصل ده كله ايه اوله ايه واخره ايه وايه تفاصيله وراه الخمس رساله بتاعتي ايه كلها. انا عندي الماده ومش عاوز اضيعها ودي مش هتنتشر في اي جورنال تاني انا عارف دي ماده هتنتشر للاشتراكي وانا عايز اقوي الصله بتاعتي ده ردا على الجزء اللي بتكلم فيه اللي هو الجزء بتاع التحرير والجزء بتاع التشويق اوكي؟ طيب الماده دي انا مش هرميها انا عندي حل من الاثنين يا اما هنشر استغاثه وده اضعف الايمان او ان انا هاخد نفسي واروح المزرعه وهعمل تقرير عن المزرعه. طلعت من القصه دي كلها من المزنق بتاعي ان انا اكتب خبر هو اصلا مفيش خبر مفيش حاجه يعني الجزء ده انا مش هقول صدفه يعني هو الجزء ده مفيش فيه اي نوع من انواع الاخبار خالص مفيش فيه اكشن مفيش فيه حدث حصل يبقى انا هبتدي الخبر بالحدث اللي حصل ارسل مهندسه مزرعه طلبات برسي خطاب او شكوى الى وزير الزراعه وطالبوا فيها بكذا كذا كذا ارسلوا طبعا امس او اليوم او يعني هنعمل حساب الوقت فين بالظبط يعني وهنقول الخبر هيبقى بالجزء ده الافضل بما ان مفيش عندي حدث مفيش اكشن اصلا حصل فانا هلجا لفكره التقرير كتابه التقرير هنخرج بقى منها على من يعني من فكره الخبر هنبتدي نوسع الدوري شويه ونروح لكتابه التقرير